دورة تكوينية لفائدة المؤسسات المتعطرة، خاصة في الظرف الحالي، الظرف اللي راه تعرفوا لوح البلاد بصفة عامة جراء لوح الكوفيد 19، وخاصة المؤسسات المصغرة اللي راهي ضرت في هذا الظرف. وهذه الدورة تدخل في برنامج تاعنا الجديد في إطار الوكالة الوطنية للدعم والتنمية المقاولاتية، اللي يصدر المرسوم التنفيذي عنده يومين، وتدخل في لوح استراتيجية كاملة تاع التجارة، لوح الذكية، لوح الإي كوميرس. يعني هذا بديل خاصة في الظرف هذا باه نطور هذا النوع من التجارة الذكية. والدورة هذه كانت فيها سيدة مؤسسة مصغرة مختصة في لي سيت ويب، دونك لا كونفيكسيون دي بلاتفورم، وين هي قاعدة دير تكون في هذا الشباب اللي عندهم مشاكل حاليا باش يقدروا يصدروا ولا ينتجوا ولا يديروا يبيعوا المنتوجات تاعهم عن طريق لوخ الإي كوميرس.